السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من الدروس البرمجية الخاصة بلغة سي شارب. درس اليوم إن شاء الله هو أول درس في برمجة تطبيقات الويندوز. سننتقل إن شاء الله من الكونسول أبليكيشن إلى الويندوز أبليكيشن من أجل تصميم برامج تتوفر على أزرار، على نوافذ، على قوائم وما إلى ذلك، مثل جميع البرامج التي تشاهدونها. بداية دعونا ننشئ مشروع جديد، New Project. هنا من قائمة لغات البرمجة نختار Visual C Sharp. هنا من نوع مشاريع، من نوع المشاريع بدل أن نختار Console Application سنختار Windows Forms Application، لأن هذا النوع من المشاريع هو الخاص بالتعامل مع تطبيقات الويندوز. هنا نقوم بإعطائه اسما، وليكن مثلا مدخل إلى تطبيقات الويندوز Introduction to Windows Programming. في درس اليوم إن شاء الله سوف نتعرف فقط على بيئة التصميم، على مكوناتها وعلى دور كل مكون من هذه المكونات. هنا إذا أردنا تغيير مكان حفظ المشروع، بعد ذلك نضغط OK لإنشاء المشروع الجديد من نوع Windows Forms Application بلغة Visual C Sharp. OK، جميل جدا. هذه هي بيئة التصميم Design Environment. كما تلاحظون إخواني وأخواتي، فيتكون من مجموعة من الأجزاء. نبدأ بهذا الجزء الأول، هذا الجزء المسمى Toolbox. هذا الجزء هو الخاص بالأدوات التي قد تحتاجها أثناء تصميم برنامجك. يعني لاحظوا مثلا هنا تتوفر على أزرار، على تشيك بوكس للتحديد، مجموعة من الأدوات التي سنحتاجها إن شاء الله أثناء تصميم برامجنا. إذا لم تكن ظاهرة عندك Toolbox مثلا مغلقة هكذا، فبإمكانك إظهارها من القائمة View، نختار View ثم نذهب إلى Toolbox أو نضغط على الشورت كات Ctrl Alt X. هذه هي علبة الأدوات. أيضا عندنا الجزء الثاني من مكونات Design Environment، بيئة التصميم. لدينا هنا الفورم. الفورم هو النافذة التي سنضع عليها الأدوات اللازمة لإنشاء المشروع، يعني هذا بمثابة الرقعة التي سنضع عليها أدواتنا. وبإمكاننا تغيير مقاساته عبر مسك أطرافه وجذبها، أو عبر نافذة الخصائص التي سنراها الآن إن شاء الله. بالنسبة لنافذة الخصائص فهي هذه Properties. نافذة الخصائص تتوفر على خصائص الأداة المحددة. هنا الأداة عندي هي الفورم، تتوفر على جميع خصائص الأداة المحددة مثل اللون، الخط، مثلا الحجم، البوزيشن إلى آخره. يعني جميع الخصائص المرتبطة بهذا الفورم موجودة هنا. من خلال نافذة Properties نستطيع أيضا الولوج إلى الأحداث الخاصة بهذه الأداة عن طريق الرمز. نضغط على هذا الرمز الشبيه بالبرق، نضغط عليه فتظهر لنا قائمة من الأحداث. عندنا Load, Layout, Leave, Key Up. كل حدث يولد عند فعل معين. للعودة إلى Properties نضغط هنا Properties، وقلنا الخصائص هي مميزات الأداة أو مواصفات الأداة. مثلا هذا الفورم مثلا نريد تغيير لون خلفيته، نقوم بتحديده أولا ثم نذهب إلى نافذة Properties ونبحث عن Back Color، خاصية Back Color. هذه هي Back Color. بدل هذا اللون الافتراضي نختار مثلا أي لون، مثلا هذا اللون Light Green. الآن قمنا بتغيير لون الخلفية. نستطيع مثلا أن نغير عنوان الفورم، بدل فورم 1 نكتب مثلا My Application. لتغيير هذا النص نذهب إلى الخاصية Text. لاحظوا هنا مكتوبة فورم 1، نكتب مثلا My First Windows Application. نستطيع أيضا تغيير هذه الأيقونة الموجودة أمام اسم، أمام النص، أمام عنوان الفورم عن طريق تحديد الفورم والذهاب إلى الخاصية Icon. هذه الأيقونة نضغط على هذا الزر ونقوم بتحديد الأيقونة المراد وضعها أمام الفورم. هذا فيما يخص خصائص الفورم. لدينا أيضا Form Border Style من أجل تحديد يعني إطار الفورم، البوردر الخاص بالفورم. عندنا هنا سايزبل يعني قابل للتغيير. لدينا أيضا
الفيكسد دايلوج والفيكسد 3D والفيكسد سينجل تقوم بجعل الفورم يعني ثابتا غير قابل لتغيير الحجم اثناء التنفيذ. عندنا نان تقوم باخفاء جميع البوردرز، لاحظوا عندنا الفيكسد سينجل مثلا عند التنفيذ، هذا هو زر التنفيذ الذي رايناه ايضا في الكونسول يقوم بتنفيذ البرامج في تطبيقات الويندوز. لاحظوا الان لا استطيع تغيير مقاسات الفورم في زمن التنفيذ، لماذا؟ لانني قمت باختيار الفورم بوردر ستايل على اساس انه فيكسد. نرجعه الى قيمته الافتراضيه وهي سايزبل وننفذ الان لتلاحظوا الفرق بين انواع الفورم بوردر ستايل. الان سيصير بامكاني التحكم في حجم الفورم كما اشاء في زمن التنفيذ. ايضا بامكاني التحكم في الكنترول بوكس، الكنترول بوكس هو هذا الشريط الازرق الموجود على الفورم، مثلا اظهار بعض المكونات واخفاء مكونات. سنقوم مثلا بالغاء زر التكبير، زر التكبير نذهب الى ماكسمايز بوكس، هذه ماكسمايز بوكس تكون ترو افتراضيا وغيرها الى فولز. الان صار ملغى، لاحظوا لو قمت بالتنفيذ فلن استطيع الضغط على زر التكبير. لاحظوا ايضا لاحظوا الفورم يبدا من هنا، يبدا من يسار اعلى ليفت توب. يمكننا تغيير ستارت بوزيشن يعني مكان الانطلاق الاول. نقوم بتحديد الفورم ثم نذهب الى الخاصيه ستارت بوزيشن تكون ويندوز ديفولت لوكيشن، نقوم باختيار سنتر سكرين ليظهر في منتصف الشاشه. الان ستظهر النافذه في منتصف الشاشه، لاحظوا اخواني. ايضا هنا شو ايكون اذا اردنا اخفاء او اظهار الايكون، وضعنا فوز لن تظهر الايكون، ارجعناها تو ستظهر الايكون. هنا الاوباسيتي للتحكم في شفافيه الفورم 100% يعني ان الفورم سيظهر كاملا، لو كتبنا مثلا 50% ستكون الشفافيه بالنصف. لاحظوا سانفذ الصلاح بان الشفافيه ستكون بالنصف. لاحظوا قلت شفافيه الفورم. هنا ايضا عندنا المينيمايز بوكس، مينيمايز بوكس هو زر الانزال اذا اردنا الغائه، نقوم بالغائه من هنا. يعني مجموعه من الخصائص سنتعرف عليها ان شاء الله بالتدرج، كلما احتجنا الى خاصيه سنتعرف عليها. لهذا حبذا لو تقوموا بتدوين كل هذه الخصائص التي نقوم بشرحها الان، لاننا قد لا نشرحها مره اخرى. هنا الفور كولر من اجل تغيير لون الخط المكتوب على الفورم، هنا الفونت من اجل تغيير الخط وحجم الخط الذي يكتب به على الفورم، لوكيشن من اجل تغيير مكان الفورم، الكنترول بوكس قلنا هذه الكنترول بوكس اذا اردنا اخفائها مره واحده. لاحظوا اختفى زر الاغلاق، لكن ما يزال يظهر الشريط فارغا. ما السبيل الى ذلك؟ السبيل الى ذلك هو اخفاء النص. نذهب الى خاصية تكست ونقوم باخفاء النص، ستختفي. لاحظ الان الكنترول بوكس شريط التحكم اختفى. نعيد كنترول بوكس تو الى اخره. هنا باك جراوند ايمج اذا اردنا وضع صورة كخلفية للفورم بدل الباك كولور، وباقي الخصائص ان شاء الله سوف نتعرف عليها. ما يهمنا من كل هذه الخصائص هو الخاصية نيم. الخاصية نيم وهو اسم الأداة وموجودة عند كل الأدوات سواء كان فورم أو بوتن أو ليست أو ما إلى ذلك، كل أدوات تتوفر على نيم. ما الغاية من نيم؟ الغاية من نيم هو إعطائها اسم نستطيع التعامل معه أثناء كتابتنا للكود، هو مثل المتغير كما رأينا في المتغيرات في الأجزاء الأولى. فاسم الأداة هو مثل المتغير الذي من خلاله سنتعامل مع خصائص ووظائف هذه الأداة. بالنسبة لإذا أردنا كتابة الكود نضغط هنا رايت كليك ونختار فيو كود ونشاهد نافذة تحرير الكود. لاحظوا هنا عندنا مجموعة من مجلة الأسماء المجلوبة افتراضيا، هنا اسم المشروع Introduction to Windows Programming، هنا عندنا الفورم 1، هذا الفورم 1 هو فئة هو كلاس تعرف من الفئة الرئيسية فورم، وهذه الفئة فورم 1 تحتوي على مشيد افتراضي فورم 1 يحتوي على وظيفة اسمها initialize component. هذه الوظيفة أين توجد؟ توجد داخل جزء آخر من الفورم. لاحظوا نذهب إلى solution explorer
هذا هو الفورم 1 Solution Explorer، رأيناه في الحصة السابقة وهو يحتوي على كل ملفات المشروع. هذا هو الفورم 1. هنا الفورم ديزاينر وهو يعني أن المحرر الخلفي للكود، مثلا حينما أقوم بجر أداة، أي أداة مثلا بوتن، أقوم بجرها على الفورم، أنا أقوم بجرها يدويا، لكن هنا في الفورم ديزاينر يتم ترجمة هذا العمل إلى كود. سأدخل إلى الديزاينر، لاحظ تم الإعلان عن متغير باطن A من نوع باطن على أنه بريفيت، هذا هو يعني هذا يسمى البارسل كلاس، يعني الفئات الجزئية، بحيث تحمل نفس اسم الفئة الأولى فورم 1 فورم 1 ولكنها مقسمة على ملفات عديدة، وهذا هو الغاية من البارسل، يعني الكلاسز partial classes الفئات الجزئية تكون نفس الفئة مقسمة على مجموعة من الملفات. عندنا الفئة form 1 مقسمة على هذا الملف form 1 وعلى الملف form 1.designer.cs. بالنسبة لهذه الوظيفة initialize component فهي معرفة على مستوى designer، يعني لو ضغط right click اخترت go to definition الذهاب إلى التعريف، لاحظوا موجودة في الform 1 designer. هذه initialize component تقوم ب عمل إنستاليز لمختلف مكونات الفورم. لاحظوا الزر الذي قمت بإضافته للتو قامت بإعطائه قيما بدئية، Location, Name, Size, Tab Index, Text إلى آخره. هذا فيما يخص الفورم ديزاينر. إذا أردنا الولوج إلى كود ندخل من هنا، إذا أردنا ديزاينر المصمم نذهب من هنا أيضا، والعكس صحيح، إذا أردنا الدخول نكتب فيو كود، وإذا أردنا الانتقال من الكود إلى ديزاينر نضغط هنا ونختار View Designer للعودة إلى الفورم. بالنسبة لنافذة الخصائص ندخل لها من هنا، إذا لم تكن ظاهرة عندك مثلا كانت مغلقة تقوم بالضغط على F4 تقوم بإظهار الخصائص. هذا فيما يخص حصة اليوم. أيضا عندنا هنا الأوتبوت، هذه الأوتبوت تحتوي على يعني مراحل تنفيذ المشروع من البولد والكومبيليشن إلى آخره. هنا عندنا نافذة Error List تحتوي على الأخطاء الموجودة عند كتابة الكود، إذا وقعت مثلا في خطأ مثلا هنا أيضا مثلا Int Number وأعطيه قيمة نصية، هذا خطأ. لاحظ في الايرور ليست ظهر عندي خطا يقول cannot implicitly convert type string to int. هذه هي الغايه من نافذه الاخطاء. نكتفي بهذا القدر في هذه الحصه، على امل ان تكونوا قد استفدتم نوعا ما وتعرفتم على مكونات بيئه التصميم. في الحصه القادمه ان شاء الله سوف نبدا الجانب العملي. دام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.